فرصة للتعلم والاستفادة من الخبرات العالمية وآخر الخبرات في مجال الإعلام. هاي الفرصة بيقدمها معهد الإعلام الأردني من خلال الماجستير اللي بيقدمه المعهد. رح نحكي عن معهد الإعلام الأردني والماجستير اللي بيقدمه مع السيد يونس كفر عيني، ضابط القبول والتسجيل. أهلا وسهلا أخي يونس. أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم. وكمان معنا دانا الحسيني واللي هي منسقة الإعلام والاتصال بالمعهد. أهلا وسهلا فيكم. فيكي. شكرا. صباح الخير. صباح النور. رح أبدأ حديثي معك يونس. هلأ أنتم بتقدموا بمعهد الإعلام الأردني الماجستير، أوكي؟ نتعرف على الماجستير اللي أنتم بتقدموه. هلأ الماجستير بمعهد الإعلام الأردني هو فكرة جديدة تطرح بالنسبة في منطقة الشرق الأوسط، يعني عمرها 3 سنوات الآن صار. بطلنا نحكي عن نشأة، صرنا نحكي الحمد لله عن مسيرة الماجستير اللي قدم المعهد. طبعا الماجستير من فكرة تأسيسه كان حريص على النوعية، فكان بالأساس ارتبط بجامعات عريقة، كان على رأسها بالنسبة للأردن جامعة الأردنية. فكان النشأة انطلقت من اتفاقية أكاديمية وقعت مع الجامعة الأردنية على البدء بطرح برنامج ماجستير في الصحافة والإعلام الحديث، مدة العام سنة واحدة فقط، مقسمة على 3 فصول رئيسية بعدد ساعات اللي هو المعتمد بالأردن 33 ساعة. طبعا من مزايا هذا البرنامج انه مدته العامه سنه حكينا، و80% منه عملي ويعالج جميع انواع الصحافه والاعلام، كانت مكتوبه او مرئيه او مسموعه او حتى الاعلام الرقمي. طبعا من خلال هذه الاتفاقيه يحصل الطالب بنهايه السنه على درجة الماجستير صادرة من الجامعة الأردنية بالشراكة مع أو بالضبط حسب الاتفاقية الأكاديمية الموقعة بين الطرفين. أوكي دانا، قولي لي هلأ عن المعهد. المعهد موجود فيه خبرات يعني من مجالات كتير عديدة في مجال الصحافة والإعلام، فأحكي لنا أكثر عن المعهد. هلأ طبعا بالإضافة للجانب الأكاديمي أو دراسة الطلاب بالمعهد للماجستير، في المعهد دائما بنظم دورات تدريبية. على سبيل المثال الأسبوع الماضي طلابنا شاركوا بدورة إعلام رقمي من مع جوجل، بالشراكة مع جوجل ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات. فكانت فرصة كتير جميلة إنه مختصين من جوجل أعطوا دربوا الطلاب على استعمال الأدوات الرقمية في جمع الأخبار ونقلها عبر الحضارات. وبرضو خلال السنة الدراسية شاركوا بدورة تصوير صحفي أو فوتو جورناليزم مع مصورة صحفية اسمها ميا جروندال، هي سويدية كانت بغزة وكانت بمصر، غطت ثورة في مصر بالصور. فطبعا استفادوا كتير من خبرتها. وبآخر الدورة برضو تم تنظيم معرض فوتوغرافي عرضوا فيه صورهم الطلاب وما أنتجوا خلال الدورة. هل الواحد يسجل بالدورات ضروري يكون طالب بالماجستير ولا مثلا أي حدا بيقدر؟ لا طبعا، لأن المعهد بيقدم درجة الماجستير وفي الدورات تدريبية، يعني هو الجانب الآخر من ما يقدم المعهد، فهي مفتوحة لأي حدا ممكن يقدم لها. وإحنا بنعمل عادة بننظم هاي الدورات بالتعاون مع مؤسسات إعلامية محلية إقليمية أو عالمية ومن القطاع العام والخاص، فبكل المجالات اللي بتتعلق بالصحافة. أوكي أخي يونس، سؤال هلأ لما يجي الواحد يقدم للماجستير هل لازم يكون من تخصص معين؟ يعني شو شروط القبول للماجستير عندكم؟ لا، بما ان احنا تكلمنا عن نوعيه برنامج الماجستير فاكيد طبيعه الحال راح يكون في عندنا تنوع وميزه نوعيه في اسس القبول المعمول فيها بالمعهد. فمن اهم الشروط اللي بتنطلب من الطالب المتقدم للبرنامج ان يكون حاصل على درجه البكالوريوس، لكن من اي تخصص، مش ضروري يكون صحافة وإعلام. طبعا احنا بنعالج هذه النقطة حتى لو تخصص علمي. اكيد طبعا اكيد في من طلابنا المقبولين كان هندسة، صيدلة، مهن طبية، لكن احنا بنعالج هاي النقطة في الشرط المهم عندنا اللي هو امتحانات القبول التنافسية اللي بتنعمل بعد ما تنتهي فترة استقبال الطلبات، وهي بالمناسبة بدأت وراح تنتهي ان شاء الله في منتصف شهر حزيران. هلأ بلشوا الطلبات. بلش نعم للعام الدراسي القادم بالضبط للدفعة الخامسة عندنا اللي هو العام الجامعي 2013-2014، وراح تنتهي فترة استقبال الطلبات ب 13/6. فبعد ما تنتهي فترة استقبال الطلبات راح يكون في عندنا بنسميها احنا حفلة الامتحانات، يعني اللي هي بتصير مرحلة الفحص الدقيق للطالب بقياس مدى امتلاك الطالب للمهارات الأساسية في العمل الصحفي. فعندنا نوعين من الامتحانات، الأول خطي والآخر مقابلة شخصية. الامتحانات الخطية بتركز على الكتابة الصحفية، الثقافة العامة، التحرير،
المفاهيم الإعلامية أيضا، بالأخلاقيات أيضا، فحص حاسوب أيضا حتى نشوف مدى امتلاك الطالب مهارات الحاسوب، لأنه الإعلام الرقمي عندنا يشكل جزء كبير من الخطة إن شاء الله رح نحكي عنها. بعد ما يخلص الطالب الامتحانات الخطية ونتأكد بنجاحه فيها، يتأهل للمقابلة الشخصية اللي من خلالها أيضا بنطرح على الطالب بعض الأسئلة والتساؤلات. شو الأسباب اللي دفعتك لدراسة الإعلام؟ هل هي أسباب مقنعة؟ هل هي مثلا ممكن هتعمل تغيير بالواقع الإعلامي في الأردن وفي الواقع الصحفي بالذات؟ إيش رح تعمل بعد ما تتخرج بهاي الشهادة اللي إحنا رح نتعب إحنا وياك في على مدار 12 شهر من الضغط المتواصل والمادة العملية المرفقة مع التعب، خلينا نحكيها البدني، اللي مفروض يكون بالعمل الصحفي الدقيق. فإذا كانت أسبابه مقنعة أكيد رح يحصل على علامة ممتازة إضافة لعلامته المنيحة بالامتحانات الخطية، فيصبح الآن مؤهل لدخول إن شاء الله البرنامج. ست دانا، عم بعرف ما من سيد يونس انه دراسه الماجستير هي سنه او 11 شهر مكثفين. نعم. صحيح. فانتوا عم بتحطوا الطالب بجو يعني اعلامي، فشو الموجوده يعني شو الاشياء اللي موجوده بالمعهد اللي عن جد بتدعم العمل الصحفي؟ طبعا هلا زي ما قلنا بجانب الدراسه الاكاديميه في دائما نشاطات في المعهد من دورات تدريبيه، برضه بنستضيف متحدثين مرموقين من شخص شخصيات إعلامية أكاديمية وسياسية، بيطرحوا مواضيع مختلفة آراء مختلفة، فالطالب بيصير عنده فرصة أنه يسأل أسئلة يتعلم أو يسمع وجهات نظر جديدة، وبرضه يسأل أسئلة باحترام يعني بمهنية. بالإضافة إلى ذلك طبعا إحنا المعهد فيه استوديو إذاعة واستوديو تلفزيون، وفي طبعا مكتبة لاستعمال الطلاب، مكتبة إلكترونية، يعني في عنا اشتراك مع قواعد بيانات إلكترونية للطالب لبحثه، وفي نيوز روم أو هي زي إحنا عاملينها اللي هي بيقضي الطالب فيها أكتر وقته، مصغر عن نيوز روم موجود بأي مؤسسة إعلامية كبيرة، فكل طالب عنده آي ماك كمبيوتر إلى خصوصي ليعمل عليه المونتاج، يعمل أديتينج، فوتو أديتينج، فيديو أديتينج، فالطالب بحس حاله أنه قاعد فعلا بمؤسسة إعلامية، بيطلع بتجربة حقيقية، تجربة صحفية حقيقية، والهدف هو يطلع كمان صحفي شامل. يعني أنه وين ما طلع يكون جاهز لسوق العمل، وين ما طلع يشتغل يلاقي حاله قادر أنه يعني يكون يعمل عمله على أحسن وجه. أخ يونس عم بتقول أنه بالنسبة للخطة الدراسية هي بتتمحور ثلاث محاور أساسية للخطة الدراسية، فأحكي لي على هدول المحاور اللي بتتناولهم الخطة. أكيد طبعا. هلأ إحنا بنحكي عن أو ببداية حديثنا حكينا عن أنواع الصحافة المعروفة. هلأ الخطة الدراسية عم بتعالج هذا الموضوع بتخصصية، مش بس من كل قطر أغنية وفقط، لا، إحنا بنعالج الموضوع بتخصصية وبمهنية وعملية كمان. فالمحور الأول كان الخطة الدراسية هي المواد التحرير العام، الكتابة الصحفية الأساسية. فإحنا عندنا ثلاث مستويات للكتابة الصحفية، في عندنا مستوى الأول بيأخذ أول فصل، والثاني اللي هو المحتوى الأول هو تحرير العام، الكتابة العامة، المستوى الثاني هو الكتابة المتخصصة للإذاعة والتلفزيون من جانب، وللصحافة المطبوعة من جانب آخر. الفصل الثالث بيأخذ التحرير العام المتخصص بشكل يعني حتى بداخل التلفزيون، بداخل الإذاعة، بداخل الجريدة، لازم يكون في عندنا أيضا منهجية معينة في الكتابة، مش متروك الموضوع مفتوح. المحور الثاني من الخطة الدراسية والأهم هو الإعلام الرقمي. الإعلام الرقمي بمعنى بيركز على مدى اكتساب الطالب للمهارة العملية الحقيقية في استخدام وسائل معالجة الخبر، حتى يكون قادر على عمل المونتاج والتحرير ومعالجة أيضا المواد اللي هو بيسجلها من خلال الزيارات وجولات العملية. المحور الأخير هو المواد المساندة لموضوع مثل ما عم نشوف هلا بغرفة الأخبار، الطلاب عم بيشتغلوا على اللي كنت أحكيه الآن هو الإعلام الرقمي. فهم الآن في تحرير دائم، وهي المعارض اللي حكت عنها، معارض الصور اللي حكينا عنها. حلو. وثالث محور، المحور الثالث هو المواد المسانده للطالب اللي بيكتسب من خلالها القدره على التحليل واجراء المقابلات ومناقشه القضايا الراهنه اللي بتصير في لحظتها من خلال الاحداث اللي عم نشوفها في العالم. يعني ما مركز على احداث قديمه فقط، لا، كيف تقرا الخبر، كيف تشوف الحدث اللي عم بصير، وكيف انك تنقله ايضا بطريقه جميله.
حلو. ستانا، هلا نحن عم نشوف صور جزء من الأنشطة اللي بيقدمها المعهد للطلاب، فاحكي لي عن الصور اللي شفناهم قبل شوي أو هلا اللي عم نشوفها. هلا هاي صور للطلاب يعني خلال تدريب أو خلال مثلا بيكونوا عم بيصوروا ل أظن هذا برنامج تلفزيوني معين أو مقابلة بيصوروه، فالطالب في منهم بيكون وراء الكاميرا، في طالب بيكون هو المذيع، فهم بياخذوا كل الأدوار لحتى يجربوا يعني يكون الطالب فعلا صحفي شامل، وين ما يعني نحط بال يكون عارف يكون عارف ايش مع كل الاطراف بالضبط. وبعدين قبل شوي شفنا كمان في كان في كانه شفت صور بمخيم زعتري بالضبط، كان في زياره للمخيم والحدود الشماليه، طبعا راحوا للاطلاع على وضع اللاجئين السوريين وكتبوا تقارير على الموضوع، انتشرت برضو على الويب سايت تبعتهم. فزي ما قال يونس انه يعني حسب شو عم بيصير بالجو العام وايش الموضوع الساعه طلابنا بيكونوا يعني بغطوه، فبنحاول نخليهم يحسوا انهم صحيح. فعلا صحفيين. انا رافقت الطلاب على في رحله الزعتري، يعني كانت بالنسبه لهم لاول مره، وفي منهم حتى يعني شعر في جديه العمل الصحفي، انه انت الان وظيفتك الاساسيه تنقل هاي المعاناه، تنقل هذا الوضع يعني بشكل مهني وحقيقي. فكانت الرحله الاخرى على الحدود الشماليه، لانه هذا كله انت عم بتقول لي انه الماجستير 80% منه عملي و20% منه النظري، هذا كان جزء من العملي. عندي سؤال، هلا الهيئه التدريسيه يعني اللي بده يدرس ماجستير بالاعلام، من وين الهيئه التدريسيه خبرتهم من وين؟ صحيح. هلا احنا وانا برجع بعيد نفس الجمله اللي انا بحكيها دائما، المعهد الاعلامي يركز على النوعيه بشكل كبير كثير، فالهيئه التدريسيه عندنا بغض النظر عن الجنسيات الموجوده، يعني عندنا جنسيات عربيه لبنانيه فلسطينيه، وعندنا ايضا جنسيات غير عربيه، لكن قاسم المشترك فيهم انه جميعهم يعملون في مؤسسات عريقة مشهود لها بالمهنية، وقادرين على إيصال المعلومة مش بس بقالبها النظري، أيضا في واقعها العملي. عظيم، يعني بيجي الواحد، لأنه أهم شيء هلأ الإعلام عم بيكون كل شيء عالمي طبعا. فمشكركم على هالجهود، ومشكر المعهد الإعلام الأردني. شكرا أخي يونس، شكرا شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير.